وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامي يسأل يقول إذا في أحد قدم لي حلاوة في عيد الكريسماس وأنا أخذت من فلا أثم على أخذها؟ نعم. قال الله عز وجل: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال أبو حفص النسفي وهم من علماء الحنفية: ومن أعان فيه ببيضة فقد كفر. طبعا كلام قوي جدا جدا، وهو ليس كما قال، لكن يدل على أمر عظيم جدا جدا. تأخذ حلاوة في ماذا؟ في من يحتفل بابن الإله ومن يحتفل بالإله إلى غير ذلك، بل الواجب عليك أن تردها عليه وتقول له: اتق الله وهذا لا يجوز، أن تعلمه الدين. نعم، تأثم إثما عظيما. وقالوا اتخذ الرحمن ولده، لقد جئتم شيئا إده عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، إن كل في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الآيات. فعليك وأن لا تأخذ شيئا، وأن لا تعينهم على شيء، وأن لا تدلهم على شيء، وأن لا توصلهم إلى شيء، ومن قدم لك شيئا فعليك نصحه. ستيف جوبز وهو بوذي صاحب شركة أبل وشركة الآيفون يرسل له التهاني، فقال لهم إنه بوذي ولا يقبل هذه التهاني، هذا ستيف جوبز وكافر بوذي، فما بالك بأنت المسلم الموحد الذي نزل هذا القرآن؟ فقال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسأل الله لي ولكم التوبة والصلاح والعفاف. صلى الله عليه وسلم.